والله حالة عدم رضا أبدا عن المدرب في النصر من الجماهير ومن أغلب النقاد. يعني مثلا أيام فيتوريا في ناس تدافع في ناس مع ضد، هذا واضح أنه خلاص أنه في ما أبغى أقول حملة عشان لا أحد يقول أنها موجهة، بس أنه واضح أنه في اتفاق كامل على أنه المدرب هذا ما يبقى. بس في صعوبة، يعني أنا ما ألوم الإدارة، الوقت في الفعل يعني الحين بدأ الموسم وباقي شهر على المباريات، يعني المراحل الأخرى الآسيوية، أنك تشيل مدرب بس البديل يكون مقنع 100% للاعبين، يعني ما تتخبط مرة ثانية. أحسنت. إلا تبقي على المدرب وأنت تمسك يمكن 50% بطريقتك، بتعاملك مع اللاعبين، بالتحفيز، الإدارة مع إدارة الكرة، يعني ويعهد اللاعبين يقول اصبروا علينا بس. ويا ما صارت في أندية كبيرة، لكن الآن تشيل المدرب ومدرب مساعد، مدرب فئات سنية، هذا ما يصلح الكلام ذا. لابد أنه تعالج الشيء وصحه.